السلام عليكم، اش اخباركم؟ جيت عند والدي، اجا ماما حدايا. ماما تعصبت بزاف، وحتى بابا هو حدايا تعصب بزاف على داكشي اللي سمعوني قلت في الفيديو، حيت انا ما بغيتش نقول لكم الهضره اللي تقالت. وملي جيت عاودت لوالدي حتى ماما، اجا ماما حدايا، حتى ماما فاش قلت لها تخلعات قالت لي مزيانه بنتي ملي ما قلتيش في الفيديوهات، قالت لي داكشي ما كيتقال. شوفوا عرق في راسي معصبه ديال بصح. انا باش هاد الناس انا ما عرفتهم شكون، ما وروني وراقهم، ما عرفتش واش كيجيوها ولا ما كيجيوهاش، واش نصابه ولا باغين يقتلوني ولا شكون هما. المهم الكاميرا شاداهم، كاميرا شاداهم، راه لاحوا ليا دوك الناس اللي شاداهم الكاميرا. راه وريت لوالديا داسيه كحله ومراه وراجل. ماما اش قلتي لي على ديك المراه؟ قلتي هي باينه فيها. لا، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير. عرفتي عاصريني، قالت لي ماما اش كانوا كيقولوا لك؟ العيد يدخل عليكم. قالت لي بغيت نعرف، عرفتي؟ قالت لي عرفتي كيفاش كنبان كنترعد من الكاميرا؟ هي ما عرفتش شكون دابا، شي مصابه ولا شي حاجه الله اعلم. لا، عائلتها قال لك، حنا عائلتها. شفتي هو دايرين بيا انا شكايه. سكتي. وقال لك مصيفطي لك في الانستغرام. ملي دخلت الانستغرام لقيتهم مصيفطي. واسكتي عفاك، السلام عليكم. هاكاك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باك مسعود. انتي ما تعصبينيش. قلت لكم باك عواشي، حيت دوخاتني، حيت دوخاتني باش قلت لكم باك مسعود. قلت لكم باك عواشي دوخاتني انا بهذا المشكل. واخا هاد الناس قالوا لك عائلة امي سعدية. كيضحك. اخري هضر. هاد الناس قالوا لك بانهم راه عائلتهم امي سعدية، اعطينا كذا وكذا. كون كانوا هاد الناس عندهم الضمير، اش خصهم يديروا؟ ما يجوش عند سارة. يمشيو يديرو شكاية ويجيبو ورقة ويخرجو معاهم البوليس ويجيبو استدعاء لسارة. حنا هادوك الناس إما خوها السعدية ولا جدها ولا ماشي نجي ندير تهديد مباشر. راه انتي يا كذا، هاديك ما منكم والو، الحمد لله وشكر لله ما وقع لكم شي مشكل. والدرية ما عارفاش، لو كانت الدرية عارفة غتقولي سير جيب لي ورقة من الكوميسارية ونتقابل معاكم عند الناس اللي تعرفوا القانون. فكتو شحال هادي نتوما، وحنا درنا ليه؟ وباش عرفناكم نتوما الموت السعديه، وباش عرفناكم قبل ما تموت السعديه درنا نداء بواحد المعدل، واحد المعدل ديال واحد 48 ساعه، وهي باقا بدا روحنا مع بوزها تموت. اللي عند عائلة امي السعديه، اجي تشوفوا العين مع العين، راه بين المراه غتموت غتمشي لدار الاخيره. نتوما خليتو تالي عطا الله عطاه، وحالات الوفاة جات تقريبا واحد 22 يوم، عاد جيتو تلقيتو البنت قلتو لها سيروا للمحكمة. فيك انت ربع سنين. لا خليني 20 خمس سنين، سيروا للمحكمة وقولوا داك الشيء اللي بغيتو. وسارة عندها الحجاج ديالها ولا؟ سارة عندها باش تهضر، ماشي تلقوا لها مباشرة. ردوا بالكم، راه غيجيكم شي على ظهركم، تهضر الكاميرا اللي شاداكم. هذاك التحيول وديك الناهب وديك التخربيق راه ما جاش بحال هكا. البنت ما عارفاش وهضرت معكم، لو كنت انا بلاصتها جوج كلمات غنقول لكم، سيروا عند وكيل الملك، سيروا للكوميساريه وقولوا اللي بغيتوا وجيبوا لي استدعاء ونواجهكم انا بالامر الواقع على ام السعديه من اولها الى اخرها. وديك الشيء غنقول اللي عجبكم نتوما، وانا نعمل بالله هادشي اللي غنقول. كملي يا ساره. ام السعديه راه ماشي بوحدها، ام السعديه عندها جمهور ديالها متابعها، وراه ماشي بوحدها الله يرحمها، راه عندها جمهور ديالها متابعين ساره ربع سنين هادي، وراهم متابعينها، وراه ماشي غادي يخليوها هي بوحدها غير الا كانت شي حاجه. راه غاديين يهضروا، راه كلشي غيهضروا، كاينين فيديوهات كلشي. ما يمكنش تجي مباشره عند السيده. لو كان حرككم قلبكم راه كاينه الدوله ديال القانون. راه القانون ما يرحم حتى واحد. راه سيروا تشكيو ولا دراتكم خاطكم، سيروا تشكيو تجيكم عمتكم ولا خالتكم ولا الله اعلم، قولوا على حساب داكشي اللي تجيكم واش عمتكم، وقولوا وشكيو كلشي. وديك الساعه بكل فرح تمشي ساره عند وكيل الملك تهضر، حيت القانون فوق الجميع، ولا تمشي للكوميساريه وتهضر. لا داعي اجيو عطي شو مش عارف ما عملت انا ساقي، اعطيوني خلي اعطيني شي خلات. ما هضرتش معايا قبيله صافي. لا كنت تبكي علاش؟ واش كنت تقولي كتعرفيهم؟ ولا واش كتشوفيهم في الكاميرا تقولي كتعرفيهم؟ انا كنعرفهم ولا كنتراهم؟ دابا انت ما عارفهمش هذو ولا كانوا نصاب؟ واخا طحتو جبرناها بنت داو لك تيا وقال سمحوا لي عافاك سمحوا عافاك اش خاشا بابا عافاك دابا جي عندك ما كايناش قسم نكون وحدك قسم وخليني مني اليوم
ما غنضرب ما غنغير غنضاك مع القانوني في كتو هاد المده الزمنيه ديال 4 سنين حتى الحاله الوفاه ديالها هادي 20 يوم عطيناها لشي خلاف من عند القصوره راه مسكينه دات فيها بليزير هاد السيده وريحت عندها حتى داها الله ورقات لي وكل معاها حتى باش تكون بوالا خير. واحد الحاجه شوفوا حنا في بلاد الحق والقانون فعلا هذا نقولها لكم في بلاد ماما هذا انا حنا في بلاد الحق والقانون واحد الحاجه نقولها لكم هذا الشيء اللي انا كندير فيه كامل بزاف منكم بعدا كنكون ديما ندير عينيا هكا كيقول لك كتعصري عينيا الناس اللي عارفين اللي مراد من العينين كنحسوا بواحد الحرقه والعينين كياكلونا فاش كنديروا ديك العينين هكا كتحسوا بردوا شويه عينينا شوفوا يدي كيفاش دايرين هانتوما شوفوا حيد بابا من ضعفي هانتوما شوفوا شوفوا العرق في راسي دابا المتبعين راه متبعينك وعارفين الحسن الاول خليها تعوق له ديال السيروم يقول الله مسكينه خليها ما يقول شي حاجه خليه يقول صافي خليهم يقولوا اللي بغاو شوفوا امي سعديه نهار اللي دخلت انا ما كان عندها والو ودخلت حيت بغيت واش دابا يتسهر لي ناس مسكينه صافي بنتي صافي وصافي دابا علاش كتبكي دابا العيد هذا ونهار السيمانه ديال عرفه كبيره عند الله وانت كتبكي راه شوفوا انا صابره ما بقيتش كنخرج نبكي عاد قلت كيقول لي زدتي فيه ماما جات عندها قبيله وهي تقول لي بارك راه انا هي امك ماما قالت لي بقى في الحال راه انا هي امك هذيك السيده غير درتي فيها خير وصافي قالت لي راه الله غتاخذي الرضا معايا انا قلت لها ماما راه ماشي خاطري اش قلت لك يا بابا قلت لك راه كاين اللي والديهم دور يجين والديهم صافي 15 يوم الاولى صافي كينساو راه ماشي خاطري واخا شتي وراه ماشي خاطري انا كنهضر انا ما مزعزع حتى واحد واخا شتي نهضر واش كينهضر والله ما نسيتها واخا نطلع لكم فيديو وانا تشوفوا ولي داكا وانا تشوفوا بلاصه ولكن ردي بالك ولكن ردي بالك العواشر راه هارده مع من اما هذيك معاها الحسنات صافي هذيك معاها الحسنات دارتي خير وبليجي واحد المنتج ولكن رضا مع هذيك اللي ولدت والله القسم راه ما ناسياهاش راني عارفه اللي كاين وعيطت لك وخاصمتي عليا وما بغيتيش تفاهمي معايا قلت لك جي دابا دابا جي عندي للدار وغادي نتفاهموا راه بزز باش ودارت قلت لها ديري هاد الفيديو ديري باش الناس غادي يعرفوا شنو كاين هذوك الناس اللي جاو كيهاجموها دابا راه اش من حق انا ولد الشيدويه ولد الشيدويه شحال جمع شرك معايا الطعام كلها معايا شرب معايا عافي ترونكيل يعني شحال هادي كان كيهضر في فيديوهاته كيقول ديك الساعه ديك الساعه عنده المصداقيه دابا شنو تقلب تيهضر كيقول لهم مثلا ساره ظريفه ساره درويشه ساره هادي ساره هادي ناض البارح قال لي دخلت الاموال الطائله على امي السعديه اجي نصور لكم الداسيه ديالي كلها غدا بلا رويد حالتها لا حول ولا قوة اش درت موراها راك على شي طروب دايره شي اش دايره ما دايره والو وتبعت وريضه زعما رضا انا ما نجاوبكش شبع فيا معيور وحطوا لي ديال بصح والله ما نجاوبك عرفتي علاش حيت الا جاوبتك رضا انت راه بحال ولدي انس ما عندك عقل درتي على كل شيء اللي جاك اللي الموري ديال راسك نعات فيها كتنوض ليها كتبدا تحط درتي الموري دابا نيش فيها نخليها سيمانه معاك وتبرد سيمانه معاه وتبرد والله ما نخرج للعيب معاه علاش حيت كليت في داركم وجلست في داركم وعلى وجه خالتي شيشي الله يعمرها دار ما شفت من دوك الناس غير الخير وعارفه عليكم بزاف وعارفين عليا بزاف والحمد لله تجمعنا جمعت الخير ما غنوضش نضرب في داك الخير كله نضرب في الزيرو رضا كتبقى خويا الكبير وعلى راسي وعيني والله ما نهز فيك عيني قول لي بغيتي انا ماشي خوفا اي نوضوا الناس يقولوا انا عارف عليا حتى شي حاجه نقولها دابا انا ما كنقولش لك ماما سمحي لي ما كنقولش لك هادشي باش تحبس لا كمل الله يسهل عليك انا ما عطيت ظهري غير باش كلشي عطى فيا انا ما عطيت ظهري حتى كلشي عطى فيا الله يهديهم الله يهديهم حتى واحد ما خلى حقه شوفوا عندنا الوليدات ما نبغيوش ناديو وليداتنا حتى واحد ما خلى حقه في صار ديال كاع عندنا لسان وخايب وكنعرفو نهضرو الناس الحشومه
الحشومه تكوين تبي راه هزه مع المسؤوليه كثيره وكاع الا كانت كتربح الفلوس الفلوس راه ما كيبقاوش راه كانت اكثر هي خارجه هي امي السعديه ما غادي لمراكش ها ما غادي تشد الفلوس ماما غادي وي براسها حتى هي متيقه كتشد الفلوس هاد الهضره كتقولي حتى لك انت ماما ماما انا كنقول لك قدام الناس انا زيرو درهم اقسم بايه الرحمن ومدرسه ولادي هما كيسمعوا فيا ومتبعيني يلا خلصت لهم 3 شهور تاع المدرسه كيتسالوا فيها والله يطير علي ولدي انا الزيرو درهم انا ما عنديش والحمد لله ما كنخرجش نقول ما عنديش ما كنتسناش شي واحد وي ماما سكتي ماما عافاك قسما بالله غنهبط وجهي هكا بعد العصا حيت كتعصبيني لانك انت قلتي ايوا حتى انا كانوا الفلوس انت فين هما الفلوس واش بنتك كتقول لك غير قبيله في التليفون ماما قبيله في التليفون قلت لك امي راني كنتقطع قلتها لك ولا ما قلتهاش قلتيها ياك قلت لك ما تشريش العيد اجي عيدي معانا شوفي انا نقول لك واحد الحاجه ان بالنسبه للعيد الناس اللي كيقولوا طليقه داك السيد مطلقه معاه الاولى طلقه معاه حتى انا بغيت نعين كنعيد في العروبيه راه هو في دارو بوحدو وانا في داري بوحدي راه ما ملاقينش في نفس البلاصه باش غادي تبداو بنادم يحرم ويحلل وبغيت يهضر كيمشي وكيخلي لي وليدات بوحدها ما انا ما قصدت والو شوفي نقول لك واحد الحاجه اسمعني نقول لك واحد القضيه الوالده ديالي الله يجازيك بخير عزيزه عليا ماما انا بغيتك تعيدي معانا ما تبقايش ماما انا كتعيدي معانا كتروني يا قلتي تعيدي معانا انا ما بغيت نعيد مع راسي يا انا قلت لك لا 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 نعيد مع راسي انا صافي الله يبارك عليك انا والدي انا كنبغي والديا وكنتسطى عليهم ولكن انا في واحد الظروف اللي باغا نبقى بوحدي واش ما عمرها شاتكم هاد الحاله صافي صافي دابا هادو ما تقولوا ما واش قالوا لك شوفوا قولوا لي واش ما ماشي انا كلشي كنهضر اون جينيرال انت واحد ما يزعزع عليا انا عارف ما انت واحد ما غيزعزع عليا انا عارف راسي اش كنسوى يا حتى واحد ما غيزعزعني ولكن انا بعد جال بقى بوحدي راه اللي شفتوني درت فيديوهات وضحكت راه الوقت صعيبه خاصني نخدم على ولادي ولا شفتوني فيديوهات في تيك انا راه ما كرهتش ما نبانش ما كرهتش نريح وما نبانش غير نزد عليا ونعقل على راسي وعلى عذابي نزد عليا في جيبيت وما نخرجش نجلس غير في الظلمه ولكن راه الوقت صعيبه كنقولها لكم من هنا خاصني نوض وما ندعاش انا الفيديو ما بغيتش العديان يشوفو ويتشفى ولكن عطاتكم اليد بسكتي عافاك بابا عطاتكم اليد تشفاو ولكن الوقت دوار لا حول ولا قوه وانا قدام زيد ربي عارف شكون هي ساره الله عارف شكون هي ساره والله عارف الخير اللي درت مع بي السعديه وعارف الخير اللي كندير مع الناس كاملين وكنديرو بدون مقابل اي حاجه درتها درتها بدون مقابل لله عام السعديه هي معايا وماتت ما قلتوني وحيا ما قلتوني غير لحت فيديو في تيك توك كلشي كيبدا ونسيتيها انا بي معبرني غنساها ومعبرها غتنسى ليا وكل نهار كنبكي ما كنبارطاجيش بكايا كنمزح وكنزوط كنقول خدمي على ولادك حد الساديه كتقول لك كوني يا ساره شربي يا ساره وخدمي على ولادك راه ما كاينش اللي يعقل عليهم وبصح ما كاينش انا عاطيه لظهري لكلشي العدو الصديق صافي بنتي صافي صافي الله يعاونك على ولادك كلشي عاطيه ظهري كلشي عطيه داري ديروا اللي بغيتو نقول الله كاين والموت كاين ربي السعديه شوفوا بي السعديه هي 95 عام وماتت شوفوا 95 عام ومشات عند سيد ربي هي 95 عام ومشات عند سيد ربي هادشي اللي نقول لكم 95 عام ومشات عند سيد ربي لا يعني الرسول عليه الصلاه والسلام اش قال بابا احبب من شئت قال لك احبب من شئت انت منافق انت منافق ربي يسمح لي انت مفارق بغيت نقول مفارق راه بحال قال لك بغي اللي بغيتي في الاخر احبب من شئت ياك البنات صحوا لي الله يجازيكم بخير انت مفارق فهمتوني يعني بغيو اللي بغيتو راه واحد الوقت غادي تفارقوا كنا ليها دابا الانسان شحال وانا شحال نقولها ميساج من هنا انا راه كنهضر مع الناس وكنضحك مع الناس وكنهضر مع العدو الصديق اللي صديق راه كنشوف الصدق في العيني والعدو كنشوفو كيعادي فيا وكينافق فيا وكنضحك في وجهه
ما عمرني ضربت في شي حد ونتحدى شي واحد ويخرج منه ويقول لي يا ساره آه ضربتي في فلان وقلتي في فلان ودرتي في مسالمه. رجعوا الفيديوهات كاملين تلقاوني مسالمه مع الناس كاملين، يعني كنهضر معكم من قلبي مسالمه مع كل شيء. المهم البنات عواشركم مباركه، وراه لن يصيبني الا ما كتبه الله لي. الله يعاونك على الوليدات، راه لو اجتمع الانس والجن اللي يضروني بشيء ما يضروني الا بما كتبه الله لي. الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق، والله يدير لي فيها الخير، والله الا عيت الحمد لله. الله يهدي وليداتها والله يصبرها، وكنبغيكم كاملين الناس اللي وقفوا معايا، والله يسهل عليكم تنتوما، والله يبعد عليكم شر الخير. الناس اللي وقفوا معايا والله الا كنحماق عليكم وكنبغيكم، واسمحوا لي سمحوا لي بزاف على هذا الفيديو هذا. ما تخافي والو ساره بنتي، والله ما خايفه، شوف والله ما خايفه، والله ما خايفه. الوحيده اللي هو كتصوروا بها انا كناعسه وكنفرق البابا، انا ناعسه ومتابعين متابعين السعديه. ماما عافاك، شوفي ماما انا ناعسه ياك، حتى نحبس الفيديو دابا طويل ما كنبغيش ندير فيديو طويل. انا ناعسه وفاش كنفرق القصبع مكونسي ليا هكا على الشهاده، وراكده يدي كل يوم سبعي هكا داير الدم كونسي لا، وكنعاود ندير ليديها كنفك كندير هكا بحال كنشعل، كنشوف في البلاكار كنشوف بحال جوج ايدين مقطوعين وكيبداو يلعبوا بحال هكا. اعوذ بالله من الشيطان. كنشوف في الخيالات، واش خاصني الرقيه، واش خاصني، واش اضغطوا احلام، واش ضغطوا شو عليا تشهدي. اي واحد خاصو ينعس مودي. المهم نخليكم، السلام عليكم وعواشركم مبروكه كاملين ان شاء الله، الله يبعد عليكم شر الخلق يا ربي.